طيب ده حكاية الكوتشي، حكاية ال 15 جنيه 15 جنيه. الله، ده انت بقى، ده انت ده انا جاي لك بقى. انت بتبات مع استاذ محترم. لا، مره زمان برضو ما كانش معايا برضو فلوس خالص، وكنا في رمضان برضو وفي الفجر برضو، وماشي وعند باب الجامع قبل الجامع ب 10 متر كده، لقيت 15 جنيه. فلاقي واحد صاحبي اسمه محمود اتضايق، هو معهوش فلوس وانا معيش، فانا معايا 15 جنيه، انا راجل غني دلوقتي. فقال لي من كتر ما هو متضايق يعني ان هو معهوش فلوس، قال لي بص، انت لو حطيت ال 15 جنيه دول في التبرعات هيجوا لك 15 مليون في يوم من الايام. ماشي، هو بيقول لي كده عشان احط الفلوس ويبقى انا وهو هنرجع معناش ولا مليم. قلت له ماشي يا معلم، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان كلامك ده هيحصل. قمت حاطط ال 15 جنيه في الصندوق. قال لي الله يخرب بيتك، ده انا بقول لك طب كنا جبنا بيهم سندوتشات، كنا جبنا بيهم. قلت له لا، ان شاء الله دم بالجامع بكلامك دوت، ربنا شايف انا حطيتهم على كلامك ده، ان شاء الله في يوم من الايام ربنا مش هيدي، مش قصدي يديني كام، بس قصدي ان ربنا هيعوضني هيرزقني. على ثقة بس في كلامك اللي انت بتقوله بهزار ده. فهي الدنيا علاقة بتبقى علاقة، وبعدين بس الحمد لله بقى وجوم ال 15 يعني مليون مش عايزين الجاكيت ده ب 15.